بغداد تنتزع لقباً قياسياً من ألمانيا لضمها أضيق زقاق في العالم، فما قصته؟ تبدأ قصتنا مع دربونة الكسرة، أو كما يطلق عليها البعض الدربونة الضيقة، في بغداد القديمة. هذا الزقاق يبلغ عرضه عند أضيق نقطة 30 سنتيمتراً فقط، وفي أعرض نقطة يصل إلى 40 سنتيمتراً، بينما يمتد طوله إلى نحو 50 متراً. يضم هذا الزقاق 10 عائلات يبلغ عدد أفرادها الإجمالي 60 شخصاً، وكأنه مشهد من لعبة تتريس بشرية. فالأشخاص البدناء لا يمكنهم المرور إلا بوضعية جانبية. ولكن انتظروا، فالأمر يزداد غرابة. فالحاجيات متوسطة الحجم لا يمكن إدخالها إلا عبر الأسطح، فتخيلوا أن تضطروا لرفع ثلاجتكم الجديدة إلى السطح ثم إنزالها من هناك. هذا الزقاق الفريد الذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية يمتلك تاريخاً يعود إلى عشرينيات القرن الماضي، فقد كان في البداية مفتوحاً على الشارع العام لكنه أغلق تماماً في السبعينيات. ورغم ضيقه الشديد، فإن إيجار البيت الواحد فيه لا يتجاوز 50,000 دينار شهرياً، وربما هو أرخص متر مربع في العالم. والآن، إذا كنتم مهندسين معماريين، كيف يمكنكم تطوير هذا الزقاق ليصبح أكثر راحة لساكنيه دون أن يفقد طابعه الفريد وقيمته التاريخية؟